اليوم المحامي والأستاذ وليد العمري، حبينا ناخذ رأيك في الأرقام اللي تم تقديمها مؤخرا، الأرقام اللي قدمها محافظ البنك المركزي لرئيس الجمهورية واللي تمثلت في 260 مليار اللي هي التمويلات الأجنبية للجامعيات. شنو رأيك في حجم التمويلات هذه؟ والله نحن مانيش مستغربين ولا متعجبين في التمويلات اللي تصبت الجمعيات هذه، لانه تواجد هالكثافه وهال معناتها الاسهال الجمعياتي منذ 2011 راهو لا لي شيء الا لتدمير البلدان اللي كانت موضوع معناتها تدمير من خلال الخريف العربي، نقول ما نقولش الربيع العربي. الاموال هذه كانت مرصوده حتى من 2010 وكثروا هالجمعيات هذوما، لانهم الجمعيات معناتها يعتبروا ادوات وايادي الخارج لتدمير الداخل. وللاسف الشديد اللي الجمعيات هذه تونسيه من الناحيه القانونيه راهو مخالف وممنوع منعا باتا ان تكون هذه الجمعيات او حتى الاحزاب، او بطبيعه الحال قانون الاحزاب والجمعيات يمنع منعا باتا ان يكون التمويل من الخارج. تمويل من الخارج معناتها تبعية للخارج، تمويل من الخارج معناتها تنفيذ أجندة خارجية، تمويل من الخارج يعني تنفيذ مؤامرة على البلاد هذه اللي عندها 10 سنين وهي ترزخ تحت القصف الأجنبي والقصف الداخلي من خلال هالجمعيات هذه اللي للأسف الشديد اللي هما معناتها مالها التوانسة بين ظفرين، وفي الحقيقة ما ينجموش يكونوا كان عملاء وأيادي خبيثة لتدمير البلد. شفنا البارح جملة من التعليقات اللي يقول لك مثلا مادامها دخلت على البنك المركزي مادام امورها واضحة. نحن نعرفوا اللي البلاد في العشر سنين هذه معناتها تم اختراق جميع مؤسساتها من بنوك من حتى شركات خاصة. نحن نشوفوا حتى لجنة التحاليل المالية معناتها تم إعادة صياغتها وتوقفوا فيها معناتها ناس معينة، لأنه هالعشر سنين هذه الأحزاب عملت من خلالها ومن خلال الجمعيات على معناتها ملء وتلغيم هالشركات هذه بوجوه معناتها كانت ولا زالت معناتها تخدم اجنده اجنبيه. الحجم نتاع 260 مليار اللي تصب للجمعيات عن طريق البنك المركزي راهو نحن ديما نقولوا البلاد هذه باش تخف على ساقيها، باش تمر بمراحل، العباد هذوما في كل مرحله باش يتكشفوا، اللي يخبى هال 260 واللي يخبي في معناتها برشا معلومات واللي يخبي على الامن واللي يخبي على الدوله راهو معناتها عميل مختفي، ونحن نحمد ربي قاعدين كل مره معناتها قاعدين يظهروا لنا. بالنسبه لل 260 مليار راهو مبلغ هائل هائل هائل، ونحن نراو فيهم هذوما الجمعيات لخدمه، لا عندها خدمه لا عندها هدف، عندها الهدف نتاعها اللي هي تدخل في صدام مع الدوله وتدخل في تدمير معناتها المؤسسات هذيا، تدمير ممنهج. انا ذكروني ديما بنظام هو النظام الانغماسيه، معناتها الانغماسيين اللي هما يدخلوا وسينفلتر معناتها في المجموعه الوطنيه ولا حتى في المؤسسات والشركات الدوليه. برشا تعليقات يقول لك 260 مليار كاملين، 260 مليار شنو عملوا بهم؟ هل انه فما نتائج واضحه؟ النتائج نتاع ال 260 مليار هو ارباك الوضع السياسي والاجتماعي اللي نحن توا في ذروه هالارباك وذروة هالفوضى اللي هما مش فوضى خلاقة، هي الفوضى التدميرية اللي هما قاعدين يحضروا لها في إطار مرحلة انتخابية ما يحبوهاش تنجح وما يحبوش هالبلاد هذايا معناتها يمر إلى بر الأمان. هل الفلوس هذيا راهو معناتها مجبرين راهو باش يخدموا، مجبرين راهو باش يدمروا، راهو العميل إذا ما يخدمش راهو غدوة يتكلاسة وغدوة ينجم حتى يتم معناتها إزاحته معنويا وحتى ماديا. نحن لا غاية لهم إلا إرباك المرحلة الانتخابية هذيا اللي هما فشلوا فيها، اللي هما قدموا فيها وجوه محروقة، اللي هما قدموا فيها وجوه راهو مجرد ترشح هذه الوجوه جريمه في حق الشعب هذا. معناتها نشوفوا من المترشحين اعباد معناتها نسب اليها الارهاب وعباد معناتها ذوات حتى جنسيه مزدوجه ومعناتها وقدموا باش للانتخابات، لا لي شيء لانهم راهم هما مساكن في نفس الوقت لانه مضغوط عليهم من برا، ما يخدموش ما يخلصوش، راهو عاشوا وحبوا على اللقمه البارده، عاشوا من دم هالعباد هذوما من دم الشهداء. شبيهم كي انفجرت الحفله الرئاسيه وكيفاش ماتوا الجيش وكيفاش مات الامن وكيفاش مات المواطنين، عمرنا ما ليناهم خرجوا، ما يخرجوا كان لارباك الوضع الاجتماعي والوضع السياسي. طبعا بالاضافه للمبالغ الطائله هذه اللي تحصلت عليها الجمعيات، المحافظ البنك المركزي تحدث زاد على اشخاص معناها ما عندهم حتى انتماء للجمعيات اخذوا مبالغ اخرى طائله، وقال انه اللجنه بتاع التقارير قاعده تحضر في القائمه، قال المبالغ هذه خذوها تحت عناوين متعدده باسم الديمقراطيه وغيرها من المسميات. والله اخر حاجه ساعه
هالغرب اللي باش يحكي على الديمقراطيه عبر الجمعيات نتاعنا. نحن شفنا الديمقراطيه في فلسطين وراو فيها في الامم المتحده ونشوفوا في قرارات معناتها لا تنفذ الامم المتحده ولا حتى معناتها نشوفوا الالاف معناتها شعوب تباد باسم الديمقراطيه. الديمقراطيه هذه الملغومه راهو يلزمها عناصر، يلزمها حقوقيين، يلزمهم دكاكين حقوقيه، يلزمهم صحفيين، يلزمهم رجال اعمال، يلزمهم مواطنين عاديين. هذوما سياسه التخفي نتاع الاستخبارات الاجنبيه، هما اللي يبعثوا لهم الفلوس وهما اللي ينزلوا على الزر باش يظهروا في وقت معين لا لشيء الا لنعاود لارباك الوضع الاجتماعي اللي هما يراهنوا عليه واللي المجتمع نتاعنا لحد الان متماسك وفايق حتى بالمؤامرات وبالاجندات وهالمخططات اللي قاعده تصير. في نفس السياق المحافظ البنك المركزي تحدث على 6374 ملف تعلقوا بغسيل الاموال وتمويل الارهاب. والله نحن بالنسبه لغسيل الاموال وقانون الارهاب نحن من 2015 او زاد تنقح وقبل موجود، راهي الظاهره هذه موجوده من 2010 حين غابت الدوله على معناتها في 2011 و2012 ومعناتها وفتح المجال لهذه العصابات الدوليه المموله دوليا لضرب بعض الاقطار الدول العربيه منها تونس ومنها ليبيا ومنها سوريا ومنها العراق. ونحن نتمناو اللي الشيء هذا ما يوصلش للجزائر وبحول الله مش يوصل. راهو غسيل الاموال راهو المصدر فاسد والمصدر اجنبي والمصدر قذر يمشي للعباد هذوما باش ينظفوه في البلاد هذيا عن طريق مشاريع وهميه وعن طريق شركات وهميه لا لشيء الا في حين تحين ساعه الصفر يتم الضرب ويقومون هذوما من تحت التراب وينهضوا من تحت التراب لا لشيء الا للاجهاض على هذا البلد وعلى هذا الوطن، الوطن اللي مضخم بالدماء ومضخم الجراح، هذا الوطن اللي يعاني من 2010 من خلال عصابه حكمت لمده عشريه سوداء الى حد الان، ونحمد ربي اللي نحن في نهايه هذه المرحله السوداء. ايامات قليله تفصلنا على موعد الانتخابات، ايامات قليله تفصلنا على 6 اكتوبر، وفما مجموعه من النواب الشعب عملوا مبادره لتنقيح القانون الانتخابي. طبعا على خلفيه المبادره هذه الشبكه التونسيه للحقوق والحريات عملت تحرك احتجاجي قدام البرلمان لإيقاف ما يعتبرونه بالعبث، شنو رأيك؟ والله أنا ديما نقول تغيرت الأسماء والمشروع واحد من بعد فشل معناتها المجموعات الأولانية اللي خرجت للشارع واللي هي قاعدة تربك الوضع العام، هذه شبكة الحقوق والحريات هي وجه ثاني لعملة واحدة، هذوما نفس الأشخاص معناتها مازالوا شادين بيديهم وساقيهم يحبوا يرجعوا للسلطه مهما كانت التكاليف. هذوما الاشخاص اللي لموا رواحهم والله يذكروني باخوه يوسف والا بالذئاب المتكالبه معناتها على فريسه. هذوما معناتها اعلنوا افلاسهم وجاوا قدام مجلس النواب ليعترضوا على قانون، قانون في مجلس النواب هو معناتها المرايه العاكسه، هو النبض، هو الناطق الرسمي باسم الشعب التونسي. وشنو هو المشكله باش يعمل قانون؟ غيروا القوانين، غيروا القوانين فيما مضى في العشريه السوداء ووضعوها على القياس وما تكلم حتى حد. قبل النايب معناتها يساهم بصوته ب 100 مليون ويساهم حتى بعشرات الملايين، توا كي ولات النواب نواب بسيطه، نواب جابها الشعب، نواب اختارها الشعب، نواب جايه من غير خارج الاحزاب، نواب لا هويه حزبيه لها، معناتها باش يقفوا لهم في مشروع، مشروع راهو مش باش يضر البلاد راهو باش يضرهم كان هم. مشروع مش باش يغير حتى شيء، كان من وضعهم القانوني في البلاد هذه، مشروع ما باش يعمل حتى شيء، كان باش يقص لهم الفلوس، مشروع ما باش يعمل حتى شيء الا باش يقص لهم ايديهم وتوصلهم مع الخارج. استاذ يعتبروه ضد الديمقراطيه، ضد القانون الانتخابي، فما انحراف بالقانون الانتخابي حسب كلامه. والله نحن بالنسبه للقانون المحكمه الاداريه اللي يحبوا هما يردوا في معناتها تابع القضاء العدلي، راهي مساله هذه حقوقيه والعبيد اللي جاي تعيط لا علاقه لها بالقانون، حتى المترشحين اللي هما معناتها يزعموا اليوم مترشحين لا علاقه لهم حتى بالتكوين الحقوقي. نحن نشوفوا اللي جايين من العشريه السوداء معناتها مستويات معناتها متدنيه حتى علميه وحتى عندهم شهادات حتى مدلسه دخلوا بها ويكذبوا علينا هاو دكاتره او اساتذه او مهندسين ما عندهم حتى علاقه. هذا القانون مضره لهم فقط. شنو المواطن كي تجي تساله وشنو باش يغير له هو؟ اذا المحكمه الاداريه الاختصاص نتاعها باش يمشي لمحكمه الاستئناف. في هذه الدوله تسير في دواليبها، تسير في مؤسساتها، علاش هذوما بركه يتكلموا وعلاش هذوما بركه تكالبوا وتلموا؟ لانه ساعه الصفر قد حانت،
ساعة الصفر قد حانت، وهالجمعيات وهالرابطة هذه اللي تقود في معناتها في المسيرة هذه، المسيرة السوداء، المسيرة السلبية هذه، أنا نقول الحمد لله اللي كانوا معناتها عباد معناتها مكشوفة بوجوه مكشوفة، عباد وجوه قديمة معناتها وجوه دنست الحياة السياسية، معناتها وجوه أيديها ملوثة حتى بالإرهاب وحتى بغسيل الأموال وحتى بالسرقة وبالنهبة وبالفساد، ومش حاشبين مش معناتها حابين يحشموا على أرواحهم، معطلين توا معناتها بلاد كاملة من حيث السير ومن حيث حتى الحياة الاقتصادية وهالتوريزم اللي رجع، السياحة اللي رجعت البرد وحب يقطعوها، كل ما تنفس السياحة يقفلنا لنا غاديكا، كل ما تنفس السياحة يجيو يعملوا لنا اغتيال قدام المتحف، كل ما يصير قانون يجيو عملوا قوانين، يا أخي 10 سنين شكون يحكم فيها الدولة؟ ما يحكموا فيها هما، علاش ما خموش في رواحهم نهار آخر؟ علاش ما خموش في رواحهم؟ على خاطر كانوا يحسبوا رواحهم باش يطولوا باش يعمروا، وكانوا المشغلين نتاعهم البرة معناتها واعدينهم اللي هما باش يقعدوا جاثمين على صدورنا، كما قال احدهم معناتها كان في مجلس النواب الى مدى الحياة، اللي هو نحبش نذكره انا معناتها نحبش نشخص الامور، اما هو يمثل حزب يمثل طيار. لكن اللي لاحظنا انه الاسماء اللي تشارك في التحركات الاحتجاجيه هي من الاسماء اللي الشعب قال عليها في يوم ما ديجاجو ولفظهم انا والله نحبش نتكلم بالفرنسيه، ما هي سي لو روتور دو مور فيفون، هي عوده الاموات الاحياء، الاحياء هذوما الجثث اللي قال عليهم احدهم جثث في حاله حياه معناتها للاسف، ما فهمت هذوما الجثث هذوما والناس هذوما اللي راجعه لي شيء الا باش يدمروا البلاد، والشعب راهو فاقه واستفاقه وفاق بهم، خاطر هما اي حاجه يعملوها ترجع لهم معناتها بنتيجه عكسيه، نحن كل يوم نراو فيهم قاتلين رواحهم ماكلين بعضهم لي شيء الا لحب الكرسي وحب السلطه هذه اللي يتكلبوا عليها من جميع الاتجاهات، راهو حتى في بعضهم مش متفاهمين، راهو نحن كي نشوفوا عباد عقائديه مع عباد متقدميه، الجاب هذا لهذا، هما متحدين من تقدميين ومن عقائديين اسلامويين معناتها يتاجروا بالاسلام، لي شيء هما يحبوا على الغنيمه، الغنيمه باش ياخذوهم بعد باش يتعاركوا، باش يسلمهم كما السودان من بعد، لا قدر الله، وان شاء الله ربي معناتها ما يوصلهمش الاهداف هذه. الاتحاد هذا؟ الاتحاد كما قلت لكم تو في ساعه متاخره. نحن 6 اكتوبر معناتها المنعرج في البلاد هذه، هما توا العد التنازلي الى 6 اكتوبر، معناتها يلزمهم يحققوا اي حاجه، يلزمهم يعملوا فوضى باش يخلصوا عليها، الارباك هذا يخلصوا عليه البرة راهو، المظاهرات يخلصوا عليها البرة، هل الفوضى اللي يعملوا فيها راهو مؤجرين هذوكم اجراء راهو، اجراء عبيد لاسيادهم في الخارج. لاحظنا انه جل الوجوه السياسيه والاحزاب السياسيه كما قلت اللي قال عليهم الشعب في وقت ما لا وديجاج وما عادش تلزمونا وما عادش نحبوا لا نسمعوكم لا ناخذوا رايكم لا نشوفوكم، متحدين ويحكيوا باسم الشعب، وفي المقابل نلقاو الشعب التونسي يقول لك احنا في الحالة الكل رانا مع الرئيس. نحن راهو الحمد لله ربي لانه الشعب التونسي شعب مميز ومتميز على الشعوب الاخرى، ريت الشعوب اللي كانت اقل وعي دخلت بعضها ودخلت في حروب اهليه. شعبنا يعرف، شعبنا واعي، شعبنا ذكي، شعبنا يعرف شكون الباهي وشكون الخايب، شعبنا يعرف شكون اللي باش ينفعوا نهار اخر وشكون اللي يضروا. راهو نحن نقولوا كما قال ديكارت، لا يمكن ان نثق في شخص معناتها كذب علينا لمرة واحدة، هذوما مش كذبوا، هذوما راهو معناتها شبعونا كذب، راهو كل يوم يكذبوا كما يتنفسوا، راهو في الاخر بكل راهو الكلمة الأخيرة لا للسياسي، لا راهو الكلمة الأخيرة للشعب، للوطنيين للي يمنوا بغدوة خير، اللي هم يحبوا يحبوا راهو الفرحة لأولادهم غدوة، يحبوا مستقبل أولادهم، هذوما 10 سنين معاهم صنفنا إرهابيين، 10 سنين معاهم سفرنا شطر الشعب بالبؤر التوتر، 10 سنين الأوروب ما عادش قابلتنا، 10 سنين الفيز ما عادش ناخذوها، 10 سنين ما عادش قابلنا حد البرة، نحن توا نجملوا في صورة فزدوها، تونس هذه الجميلة والغالية راهو يلزمها تقعد بعيدة على السياسيين هذوما ذو الشبهة أو مش ذو الشبهة، المجرمين في حق هذا الشعب.